ولذلك اليوم إخواني الكرام لو كان نشوفوا روحتينا احنا يا مع رمضان هذا وش نلقاو روحنا؟ كاين ثلاثة أنواع من الناس عندهم مشكل مع رمضان هذا، مغبونين في رمضان هذا، يفوتوا خير كبير في رمضان هذا. نوع من الناس، كاين واحد النوع من الناس لا يهمه رمضان أصلا، ما عندوش علاقة مع الله أصلا، ما صلاش وما يصليش، وما تبش وما يتوبش، ماهوش سامع برمضان هذا، ما يهموش. كيجي رمضان هو عنده فقط عنده واحد الجهة يهتم بها، أو يشري قلب اللوز منا، زلابية منا، شوية شربات منا، الماكلة شوية منا، تكلم على الله وعلى اللعب، التسواق، أشياء ما يهموش. تكلم له على الدين والإيمان وإصلاح النفس مع الله، هذه غير ما كان تكلم له عليها. كيف يفوت رمضان يزيد يكمل ويزيد يطغى أكثر وأكثر، نسأل الله السلامة والهداية. وكاين نوع من الناس، كاين نوع من الناس يجوا في رمضان، يجي باش يتوب في رمضان، ولكن يجي بالنية تاع انه مؤقت برك، يقول لك انا رمضان صلي ايامات وبعد نعاود نولي كما كنت. وهذا والعياذ بالله، اذا كان ناوي في البداية ينوي الانسان انه يصد عن سبيل الله ويعاود ويرتد عن دين الله ويعاود يبطل الصلاة، اذا كان جاب النية هذه فهو على فساد عريض. وكاين نوع من الناس، كاين نوع من الناس اللي هما احنا رانا عندنا شحال وحنا نصلوا ونصوموا ورانا نقوموا الليل في التراويح وعندنا شحال مده وحنا في المساجد، ولكن يدخل علينا رمضان ويعاود يخرج ومازال ما تبدلناش، ما تسقمناش، مازلنا هذيك الصلاه نتاعنا جوفاء، مازلنا ملتزمين التزام اجوف، مازالت الاخلاق هي نفسها، مازالت القلوب معفنه، ومازالت الاداب والعياذ بالله. لما تشوف الانسان احيانا في بيته يصلي في البيت الله يصلي، وفي بيته كيولي ولي فرعون والعياذ بالله، سب الله احيانا نشوفه يا اخواني الكرام. كاين بعض الناس والله العظيم غير يسب ربي غير في رمضان، مرق في رمضان يولي يسب ربي. باش تعرف باننا اليوم سمعنا بزاف احاديث على رمضان وتكلموا لنا بزاف على رمضان بصح ما تبدلناش. علاه ما تبدلناش؟ اليوم راح نتكلموا علاش ما تبدلناش، باش يكون عندنا ان شاء الله عز وجل رمضان هذا اللي راه جاي يكون حاجه نوعيه جديده، وكانه اول رمضان تعيشه في حياتك. انا اليوم لازم تسمعني مليح، لازم نتكلموا بطريقه نخاطب انفسنا ونصارحوا انفسنا، ما نكذبوش على روحتنا. كي نحطوها فوق الطابله نسقموها، كي نخبوها ما نسقموهاش. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. وش معناتها من دساها؟ هذاك اللي دسها يكاموفلي على روحه، هذاك اللي راه يصلي يجي يصلي ويروح ينقرها هكذا ويروح، ومن بعد واش يدير؟ يقارن روحه، يكومباري روحه مع من؟ مع هذاك اللي يدروغي، مع هذاك اللي راه ماهوش يصلي. كي تقارن روحك، قارن روحك مع الصحابه، قارن روحك مع الصحابه، شوف لك صلاتك وصلاتهم راهي مليح، باش تحب ترفد الفوق روحك نفسك وتحب تطلع عند ربي سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل، قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذوك هما الشونتيون تاعك، ماهوش الناس اللي تشوفهم برا انت، هذوك اللي تشوفهم برا هذوك نسال الله يهديهم، هذوك ماهوش اللي تقارن نفسك معاهم. وعلى هذيك نحسوا روحنا ملاح حنايا، كي نجوا نركعوا ربي شويه هكذا نحسوا روحنا ملاح، وهذه غلطه كبيره. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلانا والو، ما خلانا والو غير احنا برك عند الله يوم القيامه يحاسبنا ربي وما عندنا حتى حجه عند الله. شوفوا الان زوج نقاطين نتكلموا عليهم باش نقدروا نتكلموا كيفاش نستعد لرمضان، ما نقدروش نتكلموا كيفاش نستعدوا لرمضان وحنا ماناش فاهمين هذا النقاط. يعني اول حاجه لازم يفهم الانسان لماذا هو موجود في الدنيا، علاش رانا في الحياه الدنيا، علاه؟ واش رانا نديروا هنا؟ واش رانا نديروا؟ باش ناكلوا ونشربوا، باش نربيوا الاولاد هكذا ونديروا العائله ونروحوا نموتوا ونخلوا الدراري لاباس، كل واحد حكم البوسطه تاعه ما شاء الله ونروحوا. هذه هي، لا هذه ماشي هذه هي. كي نشوف الانسان ربي قال عليه في القران واحد الكلمه، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. كيفاش ربي كرم بني ادم؟ ابن القيم رحمه الله يقول لك التكريم تاع ابن ادم هذايا عنده فرق بينه وبين البهيمه. احنا يجمعنا مع البهيمه اسم الحيوان، اسم الحيوان، الحيوان فيه الانسان وفيه البهيمه. الحيوان منه من يعقل عنده العقل هذاك انسان، ومنه من لا يعقل وهذيك البهيمه. احنا نشتركوا مع البهيمه في امور بزاف. البهيمه تجوع وتاكل، احنا نجوع وناكلوا. هي تعطش وتشرب، احنا نعطش ونشربوا.
هي تتكاثر ودير الاولاد، احنا نتكاثر وندير الاولاد. هي عندها الحنان على اولادها، احنا عندنا الحنان على اولادنا. اذا البنادم كيكون يدير في هذه الشوفات، يربي في الاولاد وياكل ويشرب ويجيب القفه للدار كذا، يدير في باله بلي مازال ما تميزش على البهيمه. وقتاش يتميز؟ يتميز نهار يعطيه ربي العقل ويفكر في المستقبل الحقيقي عند الله. كيولي يفكر يقول يوم القيامه نهار يوقفنا رب العالمين كما بدانا اول خلق نعيده، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، يوم ياتي كل واحد بين يدي الله فردا، ثم نوقف حفات عورات ويجعل لنا جنة ويجعل لنا نار. أنت تفكر في هذه اللحظة تقول كيف يكون حالي فوق الصراط إذا مر الناس على الصراط، كيف يكون حالي كي ناديني رب العالمين ويقول لي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كيف يكون حالي لما الله سبحانه وتعالى ينشر لي سجلات معمرة بالذنوب مد البصر، كيف يكون حالك؟ هذا السؤال اللي تطرحه على نفسك الى ان تلقى الله وانت عايش بالهم. هذا هو الهم تاعك الكبير. اما رزقك، تخمم في حاجه في رزقك؟ تخمم في رزقك. رزقك قال لك عليه الله تبارك وتعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. وقال لك ربي سبحانه وتعالى، هو ربي عز وجل قال لك نحن نرزقكم واياهم. وقال لنا الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فلا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله. يعني رزقك تهنى ارتاح، أنت تجري على الأجل تاعك. كاش ما راك متخيل هكذا في يوم من الايام كاش واحد من الجيران ولا واحد من صحابك ولا واحد من اللي راهم يخدموا معك يقدر يديلك دقيقه من عمرك؟ كاش واحد يقدر يديلك؟ والله ما يديلك واحد. وراح تقول لي والله مهني من الاجل تاعي واحد ما راح يسرقني. الرزق نفس الشيء. علاه تفرق ما بين الرزق والاجل؟ علاه تفرق؟ دير في بالك رزقك والله ما يديه لك غيرك. ارتاح ارتاح، كن مريح. الرزق يطلبك كما تطلبك الموت. الموت ايش قال فيها ربي؟ قال فيها ربي سبحانه وتعالى اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والله تدفن روحك في البيطون. نهار ربي يبعث ملك الموت يجيك يقول لك انا هنا. دير في بالك باللي مستحيل يخطئك ملك الموت، لن يخطئك ويجي عند غيرك. ممكن الفاكتور يجيب لك بروسي يجي طبطب يغلط يمدها جارك، بصح ملك الموت لا لا، اي والله غير يجيك في الوقت المناسب. والله ما يخليك تزيد نفس واحده، ما تقولش ما باتريسبيري واحده زياده، لانه رزقك هو اجلك. خلاص الرزق خلاص الاجل، خلاص الاجل خلاص الرزق. كي ديرها هكذا تريح انت، ارتاح مليح وقول ما لا ماشي هذه المهمه اللي خلقنا ربي على جالها، ماشي تخباش تاع الدنيا، ماشي هو الحاجه اللي خلقنا ربي على جالها. لازم تعرفه خلقك وما تعرفوش، هو خلقك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعبدوني مش متى يعبدوني، متى يعرفوني؟ شكون خلقك؟ كي تولي تعرف ربي تشتاق له، كي تولي تعرفه تشتاق له وتحبه بزاف. احنا اليوم ما نعرفوا ربي سبحانه وتعالى، ولذلك درنا الحرام كامل ما نعرفوش ربي. احنا رانا نصلوا بصح ما نعرفوا الله. كون جينا نعرفوا ربي والله ما هذه حالتنا. ولهذا الانسان اذا عرف الله يحقق احسن هدف في الحياه. وانت الان انت قيمتك عند ربي وشنو هي؟ كيفاش يتحسب لك القيمه تاعك عند ربي؟ كيفاه؟ بالشهادات شحال قريت؟ بالعائله تاعك شكون هي؟ انت وليد فلان ولا فلان؟ كيفاش انت يحسب لك ربي قيمتك عنده؟ كيفاه؟ بحسب معرفتك عنده. شوف قد ما تعرف الله مليح وتتقرب عند الله وتتلذذ بالعباده مع ربي سبحانه وتعالى، تولي تحس روحك باللي تشتاق له. قال النبي عليه الصلاه والسلام من احب لقاء الله أحب الله لقاءه. كيفاش تولي أنت تحب لقاء الله؟ احنا نكره الموت، لا لا لا، كيفاش تولي أنت تحب تلاقي ربي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن يعمل بالطاعة ويتعرف على ربي سبحانه وتعالى فيشتاق. لذلك ابن القيم واش يقول لك؟ يقول لك كل حبيب يحب يتلاقى مع المحبوب تاعه. كل حبيب يتمنى أن يقعد حياته كاع مع المحبوب تاعه. ولذلك حنايا كون نتعرفوا على ربي عز وجل نعودوا خلاص نفكروا غير كيفاش نرضيوه، ونعودوا ما نحبوش نغضبوه. اليوم احنا الناس
كي ما يعرفوش الله كي تروح تقول له اتقي الله يقول لك دي حكايتك وروح وكروح تفتي بعيد لانه علاش ماهوش عارف عليه راه عايش. تروح تقول له انت حبس المخدرات على بالوش علاش راه حاضر. لازم اول حاجه تفطن الانسان يا فلان علاش راك هنا علاش واش راك دير. لذلك شوفوا ربي سبحانه وتعالى نهار خلق الجنه وخلق ادم وحواء وحطهم في الجنه وقال لهم كلوا منها رغدا حيث شئتما ما كاين لا حلال لا حرام كلش حلال كلش حلال ما كاينش هذيك حلال هذه حلال هذه حرام كلش حلال. فقالوا كلا منها رغدا حيث شئتما يعني وين ترمي يدك حلال عليك كل واش حبيت الجنه جنه اسم الجنه كنا نحكي لك عليها حاجه اخرى. قالوا كل منها خالد فيها ابدا ما تخرجش كاع من منها اي تاعك ليك. وقعد ادم ياكل وجاه ابليس وقال له هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى وغواه ابليس وكلا ادم منها وعصى ربي وربي هبطوا في الارض وبدل القانون كامل راحت هذيك حلال كلش ولا كاين حرام كاين حلال. حرم علينا بعد الخنزير والميتة والدم وكذلك ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله وحرم علينا الربا وحرم علينا الخمر وحرم علينا أشياء كثيرة. الآن بعد ولات تبدلت قانون واحد أخر هبطنا إبليس وشعلت النار بعد ما بين أو الحرب ما بين الحق والباطل ما بين إبليس وجنوده وبني آدم الذين جاءوا ليعبدوا الله عز وجل في الأرض. وبقى الإنسان يعبد ربي سبحانه وتعالى 10 قرون وهو يعبد ربي ما يشرك به شيئا حتى جاء قوم نوح فأشركوا بالله وبدأ من ذلك الوقت والشرك نايض في الدنيا والباطل موجود فوجدت الفاحشة والمنكر ووجد السرقة ووجد الكذب ووجدت أشياء كثيرة. وبدأ إبليس فتح السوق دياله وإحنا ربي درنا السوق نتاعنا بصح إبليس فتح السوق دياله وحلف بربي لأغوينهم أجمعين بلي يديه يدي الماكسيموم لجهنم وش يقدر يديه يديه. ربي وش دارنا أعطانا تحذير قالنا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. عبوك وش دارنا شغل ينشع فينا ربي سبحانه وتعالى نشعنا شغل باش ينوض فينا هذيك الجدية هذيك تتفكر باللي الأب نتاعك خرجوا إبليس من الجنة والاصل نورمال احنا ماناش زايدين في واحد في باب الواد واحد في البيار واحد كذا نورمال مورانا قاعد مكان الميلاد الجنه خسرها علينا ابليس. درك انت لازم تغضب على ابليس هذايا لازم تغضب عليه لانه هو خسر علينا السوق هو تعبنا في الحياه درك هو. فاذا الان كي خرجنا احنا الان وقعدنا في الدنيا قال ربي عز وجل اهبطوا بعضكم لبعض العدو وقال لنا فمن امن واصلح وفمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذو الناس أعطانا قانون تحم يتروح الجنة يتروح النار. دوك أنت باش تعود تولي وانت كنت تسكن مع الأول في الجنة باش تعود تولي لها وش لازم لك تلمهم تلم لها السومة تحم. ولذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله جنة. فإذا ربي يفتح لنا سوق واحد أخر وحط السلعة ديالو وقال لنا ليه حب يجي يشري يجيب النفس والمال تاعو يحطهم في سبيل الله. أنت وش تدير أنت باش تبدأ تمشي طريق مع رب العالمين تمضي العقد مع الله باللي نفسي ومالي لرب العالمين ونعيش الحياة هذه كلها الرب سبحانه وتعالى مسبلها لله في سبيل الله. وانت واش تقول الشعار تاعك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من تما انت كي دير العقد هذا وتوفي به لازم كي تكون راح تموت والروح نتاعك تبدا تخرج تكون هذاك العقد كملته مليح تما يقال لك جي الملائكه والروح نتاعك تخرج تجيك الملائكه يقول لك ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني وفوا بالعهد نتاعو تتنزل عليهم الملائكه كي يكونوا يموتوا كي يكون الروح تخرج الولاد كيبكي وكذا بصح انت فرحان انت فرحان فرح كبير. وهذيك هي اللي نحتاجوا الوقت هذاك اللي نحتاجوا احنا هذوك هما الشدايد نتاع الصح اللي نخبيوا لهم تقوى الله ماشي الحدايد نخبوا لهم تقوى الله. فلتما احنا كي نكونوا في هذيك اللحظه هذيك نحتاجوا العمل تاعنا نحتاجوا شيء خبيته انت في الدنيا هنايا كي تحتاج هذاك الشيء هذاك يجيك الملائكه يقول لك لا تخافوا ولا تحزنوا يقول لك ما تخافش واش راح يصير لك ما تخافش اكره الحاجه مليحه ما تخافش.
ولا تحزن على واش خليت الاولاد والمراه والدار ما تحزنش لانك راك ما شاء الله. فماذا يقع لك؟ تقع لك فرحه كبيره وابشروا بالجنه. شوف الان هذيك البشرى كيقول لك وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. على بالك شيء عظيم وانت تموت، انت تموت يفرحوا فيك. فالان الفوز نتاعك والمستقبل نتاعك الحقيقي اللي تجعله هم هم يشيب لك الراس نتاعك هو هذا. الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا يشوفوا فيه الصحابه، كان دائما يشوفوا فيه ما يشبعوش منه، ما يشبعوش من وجهه. قاعد يشوفوا فيه الصحابه وانتبهوا له، لقوا باللي ناضت له 14 شعره شايبه في لحيته. قالوا له لقد شبت يا رسول الله. قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوا شي يبني الاولاد ولا شي يبتني التجاره ولا شي يبتنا الدنيا ولا الغلاء ولا السوق ولا الخضره ولا الفاكهه ولا. قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام شيبتني هود واخواتها، هود والواقعه واذا الشمس كورت. هذوك الصور اللي فيهم الكلام على الجنه والنار ويوم القيامه. قال لهم هذاك القران هذاك اللي كي نقراه هنا هذاك هو اللي شيبني. هذاك الهم نتاعو الرسول صلى الله عليه وسلم هذاك اليوم يوم القيامه واش راح يكون من الاهوال. هذاك هو سيد الخلق عليه الصلاه والسلام يشيب كي يتفكر هذوك الاشياء. وإحنا الدين تاع ربي هو الاخر عندنا في حياتنا، نفكروا في كلش، نخموا في كلش. يلعب ماتش يتقلب بنادم الراس تاعو يشيب على جال الله واللاعب. اما ربي هو الاخر عندنا في الحياه. الصلاة كي نجو نصلوا نكركروا في البلايغ شغل هوايه شغل مع الاخر تاع كملنا لا جورني نجوكش من بريكولي وشاف الجامع ونروحوا. هذا ما كان لازم. الصلاة هي الاولى، هي حياتنا الحقيقيه. خمسة صلوات في اليوم والليله انسان ما يمسهم ليش في الحياه، واحد ما يمسهم لانه هو الهدف الحقيقي تاعي. اما هذيك نروح الخدمه ونعاود نولي هذيك راهي سبه دايرها انا وربي مولانا يخرج ويزل في الرزق. راك تخلص من داك 5 ملايين شهريه يطيح لك سياره وبان تضرب 10 ملايين. من داك ربي يعطيك وينحي لك اكثر من اللي عطاك. باش يبين لك باللي الرزق تاعك ماهوش في شهريتك. الرزق تاعك راه في العافيه اللي راك انت لاباس عليك. العافيه تاعك كي راك لاباس عليك ما راكش دير في الدياليز ولا دير في حاجه اخرى، راك في نعمه من الله. بيع عينك شحال تسوى عينك؟ وشحال يسوى الكبد نتاعك؟ وشحال يسوى قلبك؟ وشحال تسوى الكلاوي نتاعك؟ وشحال يسوى المصار نتاعك؟ وشحال تسوى الجسم نتاعك؟ شيء عظيم. العافيه 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 قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما اوتي عبد بعد نعمه الاسلام مثل العافيه. يصبح الانسان امنا في سربه معافا في جسده، عندك رجليك تمشي كذا. احنا اليوم نتسخط. صحابه جاعوا اكثر من جوعنا احنا، وتعروا اكثر من تعرينا احنا. اقسم بالله وتنوض صحابي من القبر دركا وتديه عند افقر انسان في العالم دركا، يدخل غير يحسبه مالك من الملوك. والله الناس واش راهي تاكل الان بالنسبه للصحابه، وكنا ندو لهم طرف خبز نتاعنا هنا يشوفوه يقول لك هذه حلوه ولا وشنو هذه. احنا الشيء اللي رانا فيه ما شافوش هما كليماتيزور وشافوا اشياء. تمرمدوا هما واش بيك؟ راحوا في غزوه تبوك مشوا 3 شهور. يمشوا تعرف شحال لحقوا في غزوه تبوك؟ يمشوا 18 بنادم على بعير واحد. 18 بنادم رايحين يمشوا قريب 2000 كيلومتر ذهب واياب. يمشوا في 18 بنادم على بعير واحد. قال له حتى عطشنا حتى ما لقيناش عنده بعير يمشي عليه، يعني جمل يمشي عليه. قال له عطشنا حتى واش عملوا واش داروا صحابه؟ ذبحوا الجمل تاعو وشرب الدم نتاعو ما قدرش عطش ولا يشرب في الدم نتاع الذبيحه هذيك يواسع فيها. يعني تخيل انت الان، تصور انت حال اولئك الصحابه. قالك فتتشقق شفاهنا. قالك خلينا نمشوا ناكلوا في الحشيش، ناكلوا في الحشيش. قالك حتى تولات الشفاه نتاعنا تتشقق. قالك ولينا نتشبهوا للبهايم، قوت كلينا الماكله تاع البهايم. يخرج منا كي نروحوا نقضيوا الفضلات اعزكم الله، قال يخرج منا كما يخرج من الكبش. كلاو الحشيش الصحابه رضي الله عنهم. قال نروحوا حنا كي تدي الشات هذيك الكبش هذاك يحط الفضلات نتاعو ونحطوا حنا الفضلات نتاعنا اعزكم الله. قال لك كيف علاش كنا ناكلوا كيما ياكلوا هما؟ درناها حنايا، لحقنا حنا هذيك الدرجه ما لحقنا. وشنو حنا نتسخطوا على ربي سبحانه وتعالى، نتسخطوا بزاف حنا. يعني ماكلين شاربين والحمد لله
والعافية، جوع يومين ثلاثة كذا مشي حالك، راه هذه الدنيا فانية، ما ديرهاش، هذاك هو الهم تاعك. ما عنديش، ما خدمتش، ما كاش، ما ديرش، هذاك هو همك. شوف همك المهم اللي شوف تحطه صباح وعشية، ما تنحيش من عينيك، وتغرسه في ولادك وتغرسه في زوجتك، هو أنه يوم يأتي يوم القيامة، تعرف كي يدخلوا أصحاب الجنة هذوك، كاين واحد الناس مسلمين هما، يدخلهم ربي عندهم في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وبعد يبقى الأخر فيهم هذاك اللي راه داير ديقات الكبار، يبقى الأخراني فيهم ربي سبحانه وتعالى يخرجوا، يخرج يحبي، يخرجوا ربي عز وجل ويدخلوا الجنة، ويولي واحد مزيد يدخل يخرج من النار، واحد ما يخرج من الجنة، يجيب ربي سبحانه وتعالى، لأنه النار منا والجنة منا، يجيب ربي سبحانه وتعالى الموت على هيئة كبش أملح سمين. ربي سبحانه وتعالى الموت هذاك، الموت اللي رانا نموتوا حنا دركا، الموت هذاك يرجعوا كيما الكبش، يرجعوا كبش، كبش سمين، ويجيبوا يحطوا ما بين الجنة والنار، ثم يأمر به فيذبح، يعني الموت اللي واحد مزيد يموت بعد. ثم ينادي مناد أن يا أهل النار، يقول له نعم، يقولهم خلود فلا موت، نسأل الله يعافينا. ويزيد ينادي أن يا أهل الجنة، يقول له نعم، يقول لهم خلود فلا موت، خلاص اليوم في الجنة يبقى حياته كامل في الجنة، شحال يبقى، شحال 100 سنة، 1000 سنة، 1000000000 سنة، ما تحسبهمش، ما تخلصش الحياة هذيك وانت في الجنة. الأخر يدي 11 مرة الدنيا، الأخر الزوالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى الناس منزلة في الجنة يوم القيامة رجل يخرج من النار يحبو، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: يقول له المولى تبارك وتعالى في الرواية الصحيحة: إن لك الدنيا وعشر أمثالها. وإحنا راني قاعدين نتبعوا في متر أو زوج مترات، اسمع، شكون العقل اللي يفكر في الآخرة ولا اللي يفكر في الدنيا؟ اللي يفكر في الدنيا راه يفكر في حاجة خلاص فارية عند ربي سبحانه وتعالى، نسبونها إحنا، نوضوا صباح هكذا نروحوا نخدموا ونولوا برك، بصح نديروها هم، ما نديروش هم، منوع نديروها هم. الهم تعرف وين؟ في الشيء اللي ربي قال لك لازم تخدم على جاله. يوم ينادي فريق في الجنة وفريق في السعير، هذاك النهار يذبح الموت هذاك، ينادي فريق في الجنة وفريق في السعير. الصحابة كي كانوا يقرأوا هذه الآية يتغاشوا ويطيحوا، يقول لك مانيش قادر نتخيل روحي وين نكون هذاك اللحظة هذيك، وحنا عايشين وكأننا ضامنين الجنة. عثمان بن عفان بشروا النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ومزوج بزوج بنات النبي عليه الصلاة والسلام زوج مرات، على ذيك لقبوه ذو النورين، وعنده فضائل عظيمة عثمان رضي الله عنه. كي شاف الناس تلم في تبوك راح يجري مد ماله كامل، ده غريب، حتى قالوا النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هو ضامن مكانته، مكانته ضامنها في الجنة، وهكذاك ومازال يصدق وجاب دراهمه كامل حطهم. احنا اليوم ما على بالناش ورانا في الجنة ولا في النار، وضامنين وحاسبين روحتنا فارينا وخلاص. لازم الانسان يا اخواني الكرام، صح ما يقنطش من رحمة الله، ورحمة الله واسعة، والله عفو غفور رحيم، ولكن من اعظم المصائب ان ياتي الانسان يوم القيامة وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. يخرج لك ربي ذنوب ما كنتش تسنى فيها، درتها ونسيتها، قال ربي أحصاه الله ونسوه. لما تجعل هذا الهم العظيم، هنا تقدر تبدأ تتبدل وتروح تتسقم في رمضان. أما ما نش حابين نتسقمه، كيفش نتسقمه؟ لازم تكون تحب تتسقم. هذه النقطة الأولى، وهي أن يدرك الإنسان لماذا وجد في الأرض. كي تولي تبدل الديستيناسيون تاعك، تبدل الهم تاعك، تبدل الفكر تاعك مليح، وتولي داير مشروع في حياتك، أنك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا هو المشروع نتاعك أنت. قال أنا بإذن الله، بإذن الله ما يجيني الموت إلا والحمد لله، ما كاين حاجة تمنعني من الجنة، ولا مظلمة، ولا سخط تاع ربي، ولا ندير حاجة اللي تغضب علي مولانا، ولا أي شيء. المهم أنني إن شاء الله ربي يلقاني نظيفا، هذا هو المشروع نتاعك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كي كان هذا المشروع نتاعو، واش يدير نهار كامل؟ هم يحسبوا فيه الصحابة، يشوفوا فيه هو استغفر الله استغفر الله استغفر الله في المجلس 100 مرة، وفي الليل قايم حتى تتورم القدم نتاعو، وعلى باش يلصق ويتقرب عند مولاه. فلذلك احنا اليوم الهم نتاعنا اذا كان وجد هذا، نولوا الدنيا هذه نعطوا لها نمشوا احوالنا برك، مسافر
واحد مسافر هكذا يمشي يحواله. فالان وحنا نمشي احوالنا في الدنيا كما كان الحال قبلها، وكين نلقاو الله تبارك وتعالى سينسى الانسان كل هذه المشاكل الموجوده في الحياه الدنيا، فقط ان ياتي وهو فائز يكون مفلح. والفلاح ما نقدروش نجيبوه الا اذا كان جعلنا الهم تاعنا في هذه الحياه. الناس اليوم همهم في اشياء من الدنيا، احيانا الهم تاعو اللهو واللعب، همه حكايته صباح وعشيه اللهو واللعب، همه هذاك هو. كاين حوايج ربي يجعلهم حلال تلعب حاجه ولا حلال، بصح لو كانت تجعلها دينك تولي حرام، تولي هذيك هي الديدن تاعك. واش معناتها دينك؟ معناتها تحكي غير عليها صباح وعشيه، تولي في كل لحظه هذاك هو الموضوع تاعك انت، هذاك هو تحليلك، هذاك الموضوع اللي تحليلك فيه تقصر فيه يوم كامل صباح وعشيه تحكي غير هذا الشيء. خلاص لعبت، خلاص كملت، ما زيدش تحكي على اللعب هذا. اللعب عارض، اللعب عندنا احنا المسلمين في حياتنا هو حاجه عارضه. واش معناتها عارضه؟ هذا كيما ديك البوشون نتاع الكوكوت هذيك، دار هنا ربي غير نتنفسوا به برك شويه. ولذلك احنا حياتنا هي الجد، حياتنا اننا نرجع الى الله، نبكي على ذنوبنا، نستغفر الله تبارك وتعالى. وهذا لا يمنع اننا نمازحوا بعضنا البعض، نضحكوا شويه، نلعبوا شويه، لان المسلم يمل لازم له حاجه يتنفس منها. معليش نحوسوا شويه، نقصروا، نضحكوا، ماشي مشكله، نلعبوا كاش لعبه، بصح هذيك باش نتنفسوا بها، ماشي هي حياتنا. ولذلك اصحاب النار واش يقولوا لهم يوم القيامه؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. دينهم حياته كامله ينوض صباح يحكي على اللعب، وفي الليل يحكي على اللعب. ويجي وكيجي شهر رمضان واش يدير؟ اللعب عند المسلمين في رمضان يولي يضاعف 5 مرات ولا 6 مرات. نفتحوا كلش الالعاب الالكترونيه، نديروا الدومين، نديروا القهاوي، نديروا الليبول، نديروا كلش في رمضان. في رمضان وكانه ربي يقول لنا اسمعوا في رمضان العبوا وديروا كلش. وهو سبحان الله النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل رمضان يشد مئزاره، يشد روحه، يخنق روحه مليح، ويوقظ اهله. يا ما كاينش رقاد 30 يوم ما تستناش ترقد. احنا في رمضان واش يصرى لنا يا اخواني الكرام؟ القمامه اكرمكم الله، شعب مسلم يصوم في رمضان، القمامة تتضاعف من 4 إلى 7 أضعاف. قمامة يوجدوا لها في أسطول نتاع الكماين نتاع القمامة. شعب مسلم راح يصوم، البلديات يوجدوا له في شاحنات نتاع القمامة. حنصوموا، وعلاه يوجدنا في القمامة؟ أمة تقول لا إله إلا الله، يدخل عليها رمضان، يتضاعف فيها الطلاق. يولي طلاق. ما تحكيش طلاق هذايا. أمة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله، أمة رمضان، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كي يلحق عليها رمضان يكثر الإجرام 3 مرات، يكون قاتل في النهار يولوا 3 قتلى في النهار في رمضان. أمة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كي يلحق عليها رمضان روح شوفهم ساعة ولا اثنين ولا ساعة ونص ساعة قبل المغرب، روح لا قدرت تسوق في الطرق، يقطعوك ينحيوك من الدنيا. ثم دير في بالك بلي تولي امه مجرمه في هذيك اللحظات. الامه تشوف فيها انت يا هذه تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله، روح تشوف وخرج برا هكذا اضرب طله، والله يعافيك، نسال الله يعافينا، ما نسمعوش احنا بالاشياء هذه، ما ندوروش بها كاع. روح للمرشيات وروح للاسواق هكذا في رمضان وروح اضرب طله وشوف الامه هذه كيفاش يزيدوا لك الزيروات في الاسعار. في ظنك هذه الامه هذه تاع رمضان الدين تاعنا داير هكذا؟ والله ما هو الدين تاعنا هذا، والله ما هو ديننا هذا، مستحيل. كاين امور بالعقل ما نقول لك لا ايه لا حديث، وحدك تحكم عليها. دوك نديك انا قدام الكعبه، وتشوف الحجر الاسود هذاك، شفتوا الحجر الاسود هذاك اللي ضربوا عليه الناس بزاف، وتشوف السنان كي يتكسروا تما، وتشوف المراه كيفاش تلامس الرجال ويحيوا لها الخمار تاعها ويتعرى شعرها، وتشوف الناس كيفاش واحد يضربه يعمل له عين وواحد كذا. وحدك نقول لك اسمع هذا دين، تقول لي اقسم بالله ما هذا هو الدين تاعنا، والله ما امرنا ربي بهذا يا. ولو تكون انت عمرك ما قريت تقول لي اقسم بالله ما هذا الدين تاعنا، مستحيل ربي امرنا بحاجه كيما هذه، مستحيل. كاين امور عقلك تقعد مع روحك كي تفكر هكذا، تقعد تفكر تقول اسمع ماناش نمشي مليح، وحدك تفكر وتعاود تبدا تسقم، بصح رانا مطالبين كامل نسقموا الان كامل. احنا نحونا العقل، انا غير نضربوا في الكاشيات، ولينا العقل تاعنا ما نقعدوش نفكروا، ندونا الشباب كامل داوهم راحهم ساكن ما يفكروش. ربي يدير لك العقل ممنوع يغيب 24 ساعه، عقلك حاضر،
وهذه يقول لك لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تعلمون. علاش يقولنا الكلام هذا؟ علاه معناتها الانسان اللي يحب ينجح لازم يفكر دائما، فكر دائما فكر. قال لي اسمع، هذا ماشي رمضان اللي نصوموا فيه، لازم نسقموا روحتينا. ولهذا كي تعود تعرف هذه القيمة تاع الكلام اللي قلته لك الان هنا، تما تعود تطرح على نفسك سؤال، تقول مالا كيفاش نتسقموا حنايا؟ كيفاش نتسقموا؟ هذا هو الجواب اللي نهضروا عليه. حنا كيفاش نتسقموا حنايا؟ حنا احيانا الانسان يدير ذنوب تئط منها السماوات السبع. كاين ذنوب يهتز منها عرش الرحمن. كاين ذنوب يغضب عليها الرب سبحانه وتعالى غضبا شديدا. الشيء اللي عاملينه ما كان نهضروا. ولكن ربي رحيم، ربي سبحانه وتعالى رحيم سبحانه وتعالى، ودار واحد النداء مصالحه مفتوحه حتى تطلع الشمس من مغربها. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. الامه هذه قادره تتسقم في رمشه عين وتتسقم باذن الله وما نفشلوش. ما تشوفش ما يغروكش كثره الفاسدين. كثره الفاسدين هذه انا لو كنا نطفي لك الجامع هذايا نطفيه كامل، نرجعوا ظلمك حلا وندخلك وتقولي بصح بزاف الظلمه راهي هنايا، وشعل لك غير بريكيت تضوى وحدها، الظلمه هذه قاعد تروح ضربه وحده، الباطل اللي يروح وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا محاصرينه في غزوه الاحزاب في السنه الخامسه من الهجره، محاصرينه ب 10,000 بنادم من الكفار، وهو بضعه مئات من الناس، هذا حاجه قليله، ضرب عليهم ثلاث سنين، ما با ثلاث سنين، كان هو في مكه دخل ب 10,000، دارت الدنيا دخل هو ب 10,000، اللي كان محاصر ب 10,000 دخل هو ب 10,000، ولات العزة له ودى جزيرة كاملة كما رأي في ثلاث سنين. الآن دين الله تبارك وتعالى من نصره؟ لا أنا ولا أنت، الدين تاع ربي عز وجل، وهو اللي مكنه في القلوب، والأمة هذه ما زالت بخير. وشوف الآن كل من نعرفه من العلماء والدعاة والمصلحين والناس اللي عندهم عقل كلهم يشهدون، كلهم يشهدون لخاصة للشعب الجزائري بأن فيه خير عظيم ليس في الشعوب الأخرى. احنا نتمنوا الشعوب كامل يكون فيها الخير. ما راناش احنا الدين هذا ما عندوش حدود، ما عندوش حدود، الدين تاع ربي يمشي البحر والبر كما يقولوا. فلذلك احنا نرجو الخير في هذه الامه. ولهذا ما تخافش، الانسان يقدر من ليله ونهار اللي يكون مروج مخدرات والله غير تلقاه امام يصلي بالناس. لان الله عز وجل يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، وهو اللي قال لنا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ما تقولش انا تفرط فيا وخلاص كذا، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وحنا اليوم لما نفكروا مع انفسنا نقولوا عشنا شبابنا ربما ما عبدناش ربي، ربما درنا الذنوب، درنا كبائر، زدنا كبرنا، تكلمنا في الناس الغيبه والنميمه، كلينا اموال الحرام، درنا كبائر، درنا فواحش، درنا اشياء، ومشيت الامه هكذا بهذه الطريقه، وكبر الانسان وكان يقعد مع روحه هكذا بالصراحه ما يكذبش برك، يقعد مع روحه وكش ما يحط هكذا القائمه تاع الذنوب ويحط القائمه تاع الحسنات راح يستحي شويه، راح يقول يلقى السومه تاعو ما تجيبلوش 100 كاري في الجنه ما تجيبهالوش. بصح ربي عز وجل جعل هذه الامه مباركه. كيفاش الامه هذه مباركه؟ ربي سبحانه وتعالى رحيم يرحمك خير من امك وخير من ابيك. واش دار لك؟ دار لك واحد المواسم، الليله بألف شهر، ليله بألف شهر تحب تريكيبيري، ليله بألف شهر. وزاد لك واش دار لك؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا رمضان هذا واش هو هذا؟ لو يقولنا من قام من صام من قام على وش معناتها هذا؟ ايمانا واحتسابا. انا هذه اللي حابك تركز عليها، غير ايمانا واحتسابا هذه لا، غير تركز عليها تنجح. كي قلنا ايمانا واحتسابا غفر لهم تقدم من ذنبه، اذا رمضان هذا يا ماشي تاع دومين وتاع ليبول وتاع الختانات وتاع الشعبي وتاع كذا والسهرات والبقالات وكاميرا كاشي وكذا، ماشي هكذا مالا رمضان. رمضان تاع ايمانا واحتسابا، وحنا داونا مالا خرجونا من رمضان مالا. لعبوا بينا هاد الناس هادو. مع الوقت مع الوقت خلق واحد المحيط، ربي خلق لنا جو مليح، قال لك نغلق لك ابواب جهنم نغلقها، الشياطين نصفدهم لك بالسلاسل، الجنه افتحها لك، ابواب الرحمه نفتحهم لك ننزل عليك الرحمات، يعطيك واحد السكينه في رمضان تعقال تريح ترتب مليح. واش يزيد لك ثاني؟ واش حبيت يزيد لك؟
يزيد لك حاجة أخرى، يعطيك ربي سبحانه وتعالى هبة جماعية للناس، يفتح لك أبواب السماء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ادعيني يقول لك ادعيني، يطلب وش حبيت في رمضان. شوف الجو اللي يخلق لك فيه في رمضان، شوف أي تتبدل الدنيا، أي تتبدل. أنت ماكش فاهم برك، أنت قاعد تشوف غير في مسلسل راح يبداوها في رمضان، كاميرا كاش راح يديروها في رمضان، هذوك يلعبوا في رمضان، هذوك يديروهم في رمضان. أنت راك تشوف هذاك السوق، هذاك خليك منه، هذاك السوق هذاك واش داروا لنا به؟ حولوا لنا العبادة إلى عادة، ولا رمضان تراديسيونال برك، ولا تشوف البنة تاع رمضان، حوسوا على البنة، حوسوا على البنة تاع الشربة والحم الحلو، ونحوسوا نجيبوا الفوانيس ونديروا نجمة وهلال ونشعلوا شوية لومبات كذا منا، وكاين البنة تاع رمضان. هذيك نالة، هذيك جاهلية جهلاء، ماشي تاعنا رمضان. رمضان أنت تولي كالثوب البالي، لازم أنت تولي كيما هذيك التشليقة هذيك هذاك من العبادة. هذاك هو رمضان. رمضان هو هو أنك تطرح نفسك عند باب الله، ترمي روحك عند باب ربي وتطلبه وتبكي له وتقول له جئتك تائبا يا الله سقمني. هذا هو رمضان. رمضان عبك وش تدير؟ تتنفس تقول إبليس هذاك اللي كان حاكمني وكان يدفع بي إلى الفاحشة والفساد، ربي شدوا عليا نبروفيتي 30 يوم مادام شدوا عليا. كي يجي إبليس مور العيد عندي قال إيه تبدلت، رحت خلاص مشيت طريق. هذا هو رمضان. احنا مانيش فاهمين رمضان، احنا رمضان جايين تراويح صلينا تراويح لعبوا شويه دومين كذا منا وخلاص، ورقدنا ونضنا رقدنا ونضنا. امه راهي ترقد زوج مرات ونص، امه الامه تاعنا عباكم شحال راهي المعدل تاعها؟ ما بين 200% و250% تاع الرقاد، اللي كان يرقد 8 سوايع واللي يرقد 16. هذه الامه. النبي عيسى ما كانش يرقد في رمضان، ما يرقدش في رمضان. فالانسان في رمضان قراءه القران، افتح المصحف ما يهمكش حد تختم، خليك خبط روحك مع المصحف شوية، أقرأ معاه، خلي يداوي لك قلبك، الدواء هذاك على بالك، ماشي بركة برك هكذا يا مصحف، الدواء. لو كان الأمة ترجع للقرآن وتقرأه مليح، والله ما نسحقوا حتى حاجة، نسقموا وحدنا. افتح المصحف هذا العام، افتحه ورجع لي خبر، مول العيد روح قول لي وش صرا لك. افتح المصحف في رمضان واجعل ساعتين ثلاثة في النهار تاع تدبر، ماشي باش تختم، تدبر. واجعل وقت واحد اخر اختم فيه، الله يسهل عليك. ساعتين ثلاثه هذوماك افتحهم واقرا القران، كي تفوت على ايه تحكي لك على الجنه، تحكي لك على الجنه. اقرا 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 وبعد حبس، وقول له يا ربي هذه الجنه اللي توصف لي فيها في القران الكريم ما تحرمنيش منها، راني تشهيتها. اتكلم مع الله، يحبك كي تتكلم معه ربي سبحانه وتعالى، تكلم معه وانظر هكذا تفاعل مع القران الكريم. النبي عليه كان يتفاعل مع القرآن، ما مر بآية عذاب إلا واستعاذ بالله من العذاب، وما مر بآية رحمة إلا وسأل الله الرحمة. اتفاعل معه. وش تدير انت كي تمر على آية على جهنم؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطء، يقول يا ربي عافيني أنا ما نقدر على هذا. اتكلم مع الله سبحانه وتعالى. كي تكمل هذه الأشياء هذه، يا تقرأ على فرعون يقول يا ربي عافينا من الكبر تاع هؤلاء الناس، يا ربي أعطينا قلب ما فيه الكبر. وقرا وادعو وتكلم مع الله، وكل ما تمر على ايه تحركك ادعي ربي سبحانه وتعالى. نقول لك ما تختم 60 حزب، ماشي 60، تقرا 10 احزاب برك، 10 احزاب. القلب هذا تعرف يولي يفرفر وحده، يتنقى يتنقى، يولي بيض. ولذلك احنا ربي سبحانه وتعالى قالنا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. هو ماهوش فقط احنا ننتميو برك، أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة المليار، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا أفعالنا كي تجي تشوف أفعالنا ما تشوف أشياء، نسأل الله السلامة والعافية. رانا فتنا الكفار في الأخلاق بتاعنا، رانا رحنا بعيد. ولهذا الواحد فينا الآن لو كان ما يوقفش مع المحطات هذه تاع التزود، الدنيا اليوم فتنة عظيمة. لا يوجد، شوف أنا نقول لك ما كاش، ما كاش، مستحيل، وألف ألف مستحيل. وقرأ التاريخ من نهار خلق ربي الأرض إلى يومنا هذا، ما كانش وقت فيه الفتنة كما وقتنا هذا. فتن كقطع الليل المظلم كما وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف تجيك الفتنة تخلق لك من يدك، والدليل تاعنا وشنو هو؟ تليفون. يدخل لك لدارك الفتنة، راهي في دارك الدور. يدخلوا ناس يربيوا لك وليدك في دارك وانت راه مدخل روحك، لأن وليدك راه يقضي 12 ساعة في التليفون وانت بالك وجهك ما يشوفوش. فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية، غير ربي اللي يحفظه خلاص. في الفتن هذه وين الدور؟ تمشي في الشارع فتنة، تسمع بالحرام، تشوف الحرام، شيء عظيم جدا. وش ينجينا إذا؟ وش راح ينجينا احنا؟ ينجينا غير أننا نهربوا له سبحانه وتعالى، ونشوفوا وين كاين الفرصة هكذا ونصدموا نهربوا.
وين كاين ركبه نركبوا. جاب لنا رمضان هذا احسن ركبه في الدنيا، احسن ركبه. لازم دركا في الفتنه هذه نعودوا نعرفوا قيمه رمضان. عام كامل وحنايا طايشين والعياذ بالله، عام كامل وحنا قلوبنا سوداء. اللي عنده مظالم واللي بعيد على رب العالمين واللي عنده لسانه والعياذ بالله موس يقطع في الناس، واللي عنده قلبه والعياذ بالله اسود من الحقد والغل والحسد والبغضاء، القائمه تاع الناس اللي ما يهضرش معاهم طويله 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 بزاف، واللي عاق والديه عاق والديه، واللي راه غارق مسكين في الشهوات والشبهات، واللي راه مسكين افكار متدنيه، واللي راه يحف في مخدرات وخمور وكبائر والعياذ بالله والفواحش. وهذه مش عم بالك انت ربي غافل عنها؟ ما دام ربي سبحانه وتعالى مش غافل عنها وحنا خايفين ربي يعذبنا وخايفين احنا نتفتنوا وخايفين ندخلوا في جهنم، اذا لازمنا نشوفوا الركبه اللي تنجينا وش هي. الركبه السفينه نوح العظيمه اللي دارها لنا ربي سبحانه وتعالى في الدنيا هي هذا الشهر العظيم اللي ربي يهيئ لك جو، هيئ لك جو. هو قال لك هيئ لك جو، هذا الجو كاع كيهيئوه وش دار؟ قال جاءكم رمضان ففتحت ابواب السماء، او تفتح ابواب السماء وتفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النار وتصفد الشياطين وينادي منادي. شوف هذا السوق كامل اللي فتحوه، هذا الجو الجميل هذا كامل ينادي منادي للسوق هذاك شكون يجي؟ ان يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. اذا اردنا ان نستعد استعدادا جميلا لرمضان وجيدا وجادا لرمضان، اول حاجه لابد علينا أن نعرف لماذا أوجدنا الله في الحياة وأن نصحح الهدف نتاعنا في الحياة وشن هو. هذه الأولى. الثانية ما هي؟ أن تكون عندنا نية التغير مهما كان حالنا. إمام ومأموم كل واحد فينا فيه نقائص، إذا راك مليح زيد تسقم كتر. لازم كي نشوفوك نهار الأول ونهار العيد مش أنت هو نفس الإنسان. هذا هو اللي يستثمر رمضان، هذا هو الإنسان ينجح في رمضان. أما أنت هو أنت، سواء كنت تصلي ولا ما كنتش تصلي، انت هو انت، ما تحسن فيك والو، لم يثمر فيك رمضان، ما دلك والو انت رمضان. فاذا الان اول حاجه لازم يكون عندنا نيه التغير. حتى احنا لما نصلوا في الجامعه لازم نتغيروا. قال انا يا راني ناوي نتغير، كاين بزاف امور تاع خير مانيش ندير فيها، وكاين بزاف تاع امور تاع شر راني ندير فيها، اذا لازم لي هذه الفرصه تاعي لازم نغير روحي من الان. كم من واحد منا مبتلى بالدخان؟ كم من واحد منا راه يؤذي في الملائكه بالدخان والشمه وهذه الاشياء اعزكم الله، اشياء نسال الله السلامه والعافيه، وهي امور ذنوب عظيمه هذه، فيها تبذير وهتك الصحه واذا اذيت الملائكه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحترم الملائكه، يحترمهم. قدموا له البصل ما كلاش، قالوا له حرام يا رسول الله، قال لهم لا لا ماشي حرام، ولكني اناجي من تناجي، انا يجيني جبريل ماذا بيا كيجي ما يلقاش فيا ريحه البصل. يحترم مؤدب متربي، يحترم الملائكة هذيك اللي تجيه. احنا الملائكة عن اليمين وعن الشمال ندخلوا لهم احنا. هذا عيب فينا. إذا كان أنا راجل وبطول عرض يتحكم فيا أنا هذا الدخان، حسم من الآن، من الآن بإذن الله ما يزيد. خلاص مباشرة لازم لك الحسم في الحياة هذه. كاين أمور لو كان تبدا دير لها بالشوية روح بالعقل، كاين أمور ما تقبلش بالعقل، تقبلش. تقبل الحسم. تقبل ضربة ديركت مباشرة. قال لك هذه الحاجة. حبسها خلاص، حبسها الآن. نتناول الكاشي نحبسه الآن، نتناول الغبرة نحبسها الآن، نشرب الكحول ولا الخمور نحبس الآن كيما راني نحبس. قالوا لي وكنت تحبس ضربة واحدة كش ما يصرالك نروح في 60 داهية معليش نموت شاهد في سبيل الله. كي يكتبوني السبب الطبيب كيجي يكتبني وش يقول؟ هذا على بالكم على مات، حبس المخدرات ضربة واحدة. إيه نعمة شهادة كبيرة عند الرب سبحانه وتعالى. ما كانش هذه تعب شويه، الدخان خلي الراس يطرطق تنوض فيه تقبه ما تحبتوليش. وش حالت؟ وش راح يصرالك؟ ما تموت ما يصرالك والو. شيطان، شيطان وقف لك. كي تجي تحبس هذه الاشياء يولي طبيب هو. يولي طبيب. وكي تجي تصدق يولي لك انسان مختص خبير في الاقتصاد. الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. دير في بالك باللي الشيطان هذا يوقف لك وقفات تاع الناصح الامين. ناصح امين ما شاء الله عليه. فلذلك الانسان ما يمشيش في هذا الطريق، يمشي في طريق الاصلاح. اذا ينادي المنادي يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. معناتها هذا السوق وهذا الجو اللي يفتحه ربي في رمضان ماهوش تاعك الا ماكش حاب تتسقم انت. هذوك الناس اللي يقول لك احنا
رانا موجدين ألبوم تاع غناء في رمضان. رمضان ولا مهرجان، رمضان ولا مهرجان سينمائي كامل. اللي يدير برنامج سينمائي وجدوا في رمضان، ما لاحظتوش هذا الشيء؟ هذا رمضان ولا كل العالم يدير كاميرا كاشي. رمضان روح تشوف الدومين شحال يتباع من دومين في الدنيا، وشوف الناس كيفاش تلعب ليبول، مهمل ولاده مهمل كذا، هاكم يلعب في ليبول. والله غير الزوج ثلاثة تاع الصباح، والله غير يأذن عليهم ناس شايبين، يأذن عليهم الأذان الأول، وما يوقفهم ما توقفهم إلا بطونهم، هذاك الطابوري هذاك ما ينوض غير على جر بطنه، مش على جر الأذان، وشعره شايب 60 و70 سنة. ليالي أفضل ليالي العمر هي ليالي رمضان. موقتاش نتسقموا احنا ودينا حياتنا كلها لهو لعب. ولذلك الواحد يبلغ 60 فقد أعذر إلى الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الرجل 60 فإن الله يستحي أن يحاسبه. خلاص لحقت لك 60 سنة، خلاص الشهوات العقل ما شاء الله ارتب، الله يبارك، راحت لك الطيشة تاع الدراري صغار، راح لك أشياء بزاف، حتى الجسم نتاعك راه ضعف شوية، ارتب، ارجع لربي سبحانه وتعالى. راهي عندك خطوات إلى القبر، 60 سنة مع بقولك 3 سنين تموت كما مات النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن الإنسان ينتبه لنفسه، والناس تموت صغيرة 10 و12 سنة و20 سنة، والله ما يفرق الموت بين صغير وكبير. ولذلك الإنسان أول شيء حتى يستعد لرمضان يجب عليه أن يبغي الخير، لازم تنوي أنت الخير. أما إحنا نقول لك كيفاش تستعد لرمضان، أنت ماكش حاب تستعد كامل، ترك باك توجد في كاش تجارة ولا كاش ما تدير لهو ولعب وسهرات ومبرمجهم في رمضان. فالإنسان لازم تكون عنده نية الاستقامة. واحد تارك الصلاة يجب عليه أن يفكر، يقول الآن يجي رمضان نشوف خوتي المسلمين يهبوا إلى المسجد هبة واحدة، نشوف الناس كامل المساجد تمتلئ، تقرأ القرآن، تقوم الليل كامل جماعة، قاع جماعة مع بعضنا. فالآن ندخل فيهم في وسط المسلمين، مادام كاين هذاك الموفمون هذاك تاع الصلاة، عسى ربي في 30 يوم هذيك يذوقني حلاوة الصلاة، يذوقني حلاوة استجابة الأذان، يذوقني حلاوة الصيام، يذوقني حلاوة القيام، يذوقني حلاوة قراءة القرآن في المسجد، يذوقني حلاوة إطعام الطعام. نوالف هذه الأعمال تاع الخير في رمضان، لعسى وعلى ربي سبحانه وتعالى كي نذوق هذه الأعمال نهار يروح رمضان كون أنا خلاص ثبت وليت من أهل المسجد، نقدم كمل المسيرة ونلقى الله سبحانه وتعالى وأنا على نقاوة ونظافة وثبات وتقوى. هذا هو الأصل في الإنسان، أنه اللي عاقل يفكر في هذا الشيء. ومن بعد نقول لك حاجة، كنت فقير ولا غني ولا خرجوك من الخدمة ولا ما عندك شوش تاكل ولا عندك ديون ولا كذا، أنت رابح عند ربي، لأن ربي راح يوزنك بالأعمال تاعك والتوبة تاعك، ما ينظرش إلى رصيدك في البنك ولا شحال عندك ولا ما عندكش ولا. ولي دار دراهم واش خلاهم؟ خلاهم لأولاده يلعبوا بهم. فانت لازم حاجه اللي ديرها، كاين واحد فقط اللي راح يوقف معك وفي في كل مراحل الحياه والممات، هو العمل تاعك، يجيك في شكل انسان ويمشي معك، يدخل معك يرافقك في كل لحظه، هو اللي يمشي معك. وين الدور من نهار تخرج الروح نتاعك؟ وين الدور؟ لازم العمل حاضر، لازم الدور في القبر تلقاه تقول له من انت الوجه الذي يبشر بالخير، يقول لك انا عملك الصالح. شفت كيفاش صحابك هذوك اللي راحوا قاع قعدت غير انايا، غير هو قعد معك، هذا هو اللي تخدم عليه انت. ومن بعد اولادك بالك يتقاسموا عليه، والله الله يرحمهم يقولوهاش. انا عندي مئات الناس، مئات والله ما عشرات، مئات الناس، اكثر من 20 سنة يقعدوا عندي الناس في المقصور في المقصوره، ويجوا وخلى هذيك وندي وحنا هذيك، وانت خلى لكم هذيك، وانت ديت في حياه بابانا ديت هذيك، وانت كذا وكذا. والله العظيم يضربوا ساعتين ومن ذاك ربع سوايع هم يهضروا ويقسموا في الميراث، يجبدوا باباهم نقعدوا نشوف، والله ما يقولوا الله يرحمه، ما يترحموا شيء كينساوك. وانت هذه الحقيقه لازم تبلعها دركا، تبلعها هذه الحقيقه وقول انا نخدم على روحي. ومن بعد هما كما قال عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز واش دار رحمه الله؟ كي كان راح يموت عنده 2000 دينار، يعني دراهم كبار شويه، شاف روحه يموت قال لهم رفدوهم ادوهم بيت مال المسلمين. قالوا له عندك زوج اولاد تخليهم يطلبوا وكذا، خليهم شويه تاويل كيما احنا نخموا على التاويل ومن بعد يعفسونا يرمونا كاع في القبر وينساونا. قالوا له عندك زوج اولاد خلي لهم شويه تاويل هكذا تصدق بهم كامل بزاف. قال لهم انا اولادي ان يكونوا صالحين فان الله يتولى الصالحين، وان يكونوا غير ذلك اذا كانوا فاسدين اخليهم جدراهم يلعبوا بهم.
أخذيش أنا دراهمي أنا يا أولادي يركبوا بهم من سفط السيارات ويلعبوا ويسهروا ويصرفوا مع الفاسقات ولا في القمار ولا يتناولوا مخدرات. نجمع لهم أنا الدراهم وبعد أن ندخل القبر نتحاسب عند ربي منين جبتهم وين صرفتهم وهم يلعبوا بهم. فهذه المشكلة تاعنا احنا انك همك انك تدير تاويل لأولادك، هذا هو همك. معليش رزقك الله ووفقك الله، والله مليح تخلي أولادك مستورين نعمة من الله تدي عليها أجر إن شاء الله. ماشي هذه المهمة الحقيقية اللي خلقك الله على جلها. المهمة الحقيقية نجي نفسك، قو أنفسكم وأهليكم من النار. هذه هي أحسن حاجة تديرها أنت في حياتك، أنك تنجي نفسك. قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذه النية العظيمة التي يأتي بها الإنسان إلى رمضان. يا باغي الخير أقبل، إذا راك حاب الخير أروح. أو كاين جو مليح خلق الله عز وجل في رمضان، وشن هو؟ تفتح أبواب السماء، تفتح أبواب الجنة، تنزل تفتح أبواب الرحمة، تغلق أبواب النار، يتصف ضد الشياطين. هذا الجو كامل، الشباب هذا كامل، كاين صنف من الناس ماشي كامل. يا باغي الخير هذه الأولى تستعد بها إلى رمضان. الأمر الثاني وشن هو باش تستعد مليح رمضان؟ غير تجيب برك هكذا، لازم تخاف تاني، لازم ينزل لك واحد الرعب في قلبك شوية باش تستعد رمضان. وشن هو الرعب هذا؟ رمضان يا رابح يا خاسر. ما كاش مربحتش هذا رمضان نربح لي من هيك، إلا مربحتش معناتها خاسر، يربح يا خسارة. ما كاش تخرج هكذاك في رمضان، ما كاش. لذلك وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له جبريل وهو على المنبر يدعو، جبريل كان دعا دعوة، جبريل يستجيب له ربي لم يستجيب له؟ يستجيب له. قال له يا محمد شكون اللي أمن؟ شكون اللي قال آمين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. رسول السماء يدعو ورسول الأرض صلى الله عليه وسلم يؤمن. على من راه هذا الدعاء هذا الصعب يا لطيف؟ يدعو على ثلاثة من الناس. يا محمد رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأدخله الله النار. ما غفر لهش ربي والديه، خلقهم ربي سبحانه وتعالى بابين من أبواب الجنة ومع ذلك ما غفر لهش ربي. سمى الخير هذو ما كامل اللي نورمال تبوس لهم رجليهم وتنقي لهم وتوقف معاهم وتفتح بيبان جابهم لك ربي هكذا تاع الجنة حطهم لك في الدار. عندك زوج بيبان في الكوزينة هكذا محطوطين في الدار قدامك، اخدمهم تدخل الجنة، ما تروحش كسر راسك فيها أخرى تم تدخل. أنت هذوك الوالدين كامل عندك كامل ما تدخلش الجنة، مشكلة كبيرة هذه. زيد كذلك قال راغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له فأدخله الله النار فأبعده الله. يزيد يبعده يزيد يبعده. نعم نكملوا هذا الحديث ونأذنه إن شاء الله. شوف الآن يبعده ربي سبحانه وتعالى، ما تخافش أنت هنا، ما تقولش كيفاش يجي رمضان وما يغفر ليش ربي، لازم نخاف. فالخوف هذاك راح يحركك وتولي تسأل تقول وش ندير باش ما يعذبني إن شاء الله. فالخوف من الترهيب الموجود في الحديث هو دافع من الدوافع اللي تخلي الإنسان يستعد لرمضان. نكمل بعد.